رمضان 1991. إيقاف اللاعب الأسطوري دياجو مارادونا 15 شهر بسبب تعاطيه الكوكايين في إيطاليا. يعني كل الجري ده كان بسبب المنشطات. سيمانتك تصدر أول نسخة من نورتن أنتي فيروس. عام 1991 كان عام حافل بالفيروسات، يعني أي حد معاه كمبيوتر ممكن يخترع فيروس. كان أقواهم الفيروس الخفي تيكيلا، اللي كان مش بس فيروس، لا ده كمان كان فيروس للأنتي فيروس اللي بيشيل الفيروس. مايكل جاكسون يمضي تعاقد ب 65 مليون دولار مع سوني ريكوردز لإصدار 6 ألبومات، ده طبعا بعد النجاح الساحق لألبوم باد سنة 1987. 65 مليون دولار كان يوازي بالجنيه المصري ساعتها 97.5 مليون، عشان الدولار كان ب 150 قرش. البافتا British Academy for Film and Television Arts، الجائزة البريطانية تذهب لأفضل فيلم Goodfellas، ومارتن سكورسيزي جائزة أفضل مخرج. وفي حفل جوائز الأوسكار 63 يفوز فيلم Dances with Wolves أو الرقص مع الذئاب. هولك هوجن يفوز بلقب الوزن الثقيل في مباراة الـ WWF. افتتاح البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية EBRD. وفاة الفريق أول محمد أحمد صادق مدير المخابرات الحربية ووزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة المصرية في 15 أكتوبر عام 1972. بعد العيد، البواخر الفرعونية في سحرها المتجدد تقدم الفنان إيهاب توفيق. حفلاً ساهراً بمناسبة عيد تحرير سيناء في مقر الجيش الثالث الميداني، ينقل الحفل على الهواء على القناة الأولى. يحيي الحفل سمير الإسكندراني، محمد ثروت، محمد العزبي، سميرة سعيد، لطيفة، بجانب استعراض للفنانة لبلبة. تميز هذا رمضان بالمسلسلات لا إله إلا الله، وفوازير ألف ليلة وليلة بطولة إيمان الطوخي ويوسف شعبان. هي مش دي نيللي كريم تقريباً؟